السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عندي المشروع وعايز احط بقى البروبرتي لاين، فطبعا هنروح للماسنج اند سايت لان هو جزء من سايت. هقول هنا بروبرتي لاين، وتقريبا هي الوحيدة اللي متفعلة معايا دلوقتي لان الباقي كله مشترك ان انا اكون عامل توبو سيرفيس. طيب هقول بروبرتي لاين، فبيقول انت عايز ترسمه بأنهي طريقة، فممكن اقول له باي سكتشنج وابدأ ارسم اهوت باللاين عادي اهو. ده الحدود بتاعتي اللي انا هبدأ اشتغل عليها. طيب هقول له اوكي. طيب بعد كده بقى المفروض ان انا اقول له تاج البروبرتي لاين اختفى، فهخش على الفي في واروح لسايت وافعل السايت واقول له اوكي، هتبدأ تظهر عندي البروبرتي لاين بالشكل ده. طيب خلينا نقول له بقى تاج تي جي وابدا اقرب من البروبرت لاين، فبيقول لي في فاميلي اسمها بروبرت لاين سيجمنت لازم تكون متحملها، فاقول له خلاص تعالى بقى عشان احملها. وبعد كده هروح للانوتيشن ونشوف بقى البروبرت لاين ممكن تكون موجوده فين. طيب انا مش لاقيها، فنفترض ان في فاميلي مش موجوده وعايزين نعملها. هاجي اعمل ايه؟ هاجي هنا من فايل واقول له نيو فاميلي، وهنختار حاجه من التمبليت تكون عباره عن انوتيشن ونعدل فيها. ده التمبليت هقول له انجلش، واختار بقى حاجه تكون انوتيشن. شوف بقى اني الحاجة اللي انت عايزها، وليكن مثلا اختار ويندوز تاج ده مثال. بعد كده هاجي هنا واقول له انا عايز دي تبقى دي كل التاج اللي موجود structure. طيب خليني اقول له properties اهي موجوده، وعندنا اختيار كمان rotate with component بحيث لو الحاجه بتلف يبدا ان هو يلف معاها. طيب هنا المفروض بقى ان احنا نحط ليبل بالشكل دوت. الليبل ده ابدأ شوف ايه اللي انت عايز تحطه هنا، ايه الخاصية اللي انت عايز تحطها. ممكن مثلا هقول له البيرنج واقول له مثلا لي ان دبليو، شوف ايه الخصائص اللي انت عايز تحطها، وممكن تعملهم بريك بحيث يبقى اكتر من سطر. تعالى بقى نشوف مثال لما احملها في المشروع هتظهر معايا ازاي. بص اول ما تقرب هيبدا يجيب لك المعلومات كلها بالشكل دوت. طيب انا عايز يلف مع الشكل، فزي ما قلنا هتعمل سيلكت وتخش تقول له روتيت. وتقدر تحط اي خاصيه من الخصائص اللي موجوده بالشكل دوت. هتيجي تعمل هنا واقول له روتيت، وخليني بقى نحمله في قلب المشروع. هيبقى معانا بالشكل دوت، وممكن حتى نلغي الليدر لو احنا مش عايزين.